قمة كلاسيكية طال انتظارها، تلك التي ستجمع بين العائدين إلى واجهة التنس العالمي، عندما يلتقي الإسباني رافائيل نادال مع غريمه السويسري روجر فيديرير برسم نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى للجراند سلام. هو إذن النهائي الحلم كما أطلق عليه، والذي سيجمع بين طرفين يعرفان بعضهما أشد المعرفة بحكم الصولات والجولات الكثيرة والمواجهات العديدة التي دارت بينهما في مختلف بقاع العالم وفي شتى الملاعب، ترابية كانت أم عشبية وحتى صلبة. الماتادور رافا يدخل المواجهة متسلحا بعامل التاريخ المنصب في مصلحته بشكل لافت، فمن أصل 34 صداما جمعه بسويسري، حقق نادال المصنف تاسعا على لائحة التصنيف العالمي الفوز في 23 مناسبة، أحرز منها نادال 14 لقبا. الطرف والثاني في كلاسيكو الكرة الصفراء فيديرير، والمبتعد لمدة طويلة عن المشهد الختامي لمثل هكذا منافسات بدليل مركزه 17 على لائحة التصنيف العالمي، يسعى لاسترجاع أمجاده متجاهلا قلة انتصاراته على نادال بعدد 11 فوزا توج فيها روجر بسبعة ألقاب. وفي الطريق نحو نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، تساقطت أسماء كثيرة وكبيرة على معصم يدي النجمين، فعلى من سيؤول الدور هذه المرة؟